بغداد تمهل كردستان 3 أيام لتفادي حظر جوي دولي من وإلى كردستان. الطيران الحربي التابع لروسيا والنظام السوري يشن حملة جوية غير مسبوقة على إدلب وحماة. والعاهل السعودي يأمر بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة وترحيب دولي بالقرار الملكي. أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن، نبدأها من العراق. إذ أصدر مجلس الوزراء العراقي قرارا بحظر الرحلات الجوية من وإلى إقليم كردستان في حال لم تخضع المطارات لسلطة الحكومة. ونقلت رويترز عن التلفزيون الرسمي أن حكومة العراق أمهلت كردستان مدة 3 أيام لتسليم السيطرة على المطارات لتفادي حظر جوي دولي. ميدانيا، كشف مصدر عسكري في محافظة كركوك أن عددا من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي سلموا أنفسهم مع أسرهم لقوات البيشمركة الكردية عند السواتر القريبة من قضاء الحويجة التي تخوض القوات الأمنية عمليات تحريرها منذ أيام. وقال المصدر إنه خلال الأيام السابقة ومع انطلاق عمليات تحرير الحويجة سلم كثير من مقاتلي داعش أنفسهم مع أسرهم لقوات البيشمركة. بعد نحو 20 يوما من تحريرها، كشفت عمليات قضاء تل عفر غربي الموصل المنافذ التي استخدمها مقاتلو داعش في الهرب من مواجهة القوات العراقية المشتركة بعد أن تيقن مقاتلو التنظيم من خسارتهم المدينة. مراسلنا وسام يوسف اطلع على منافذ الهرب وعاد لنا بالتقرير التالي. لا تزال معركة تل عفر التي تمكنت القوات العراقية من تحريرها مؤخرا تحمل العديد من الأسئلة، خاصة سرعة تمكن هذه القوات من السيطرة عليها خلال 7 أيام فقط، الأمر الذي عكس التوقعات التي سبقتها والتي أشارت إلى وجود أكثر من 2000 مقاتل من داعش كانوا يتحصنون فيها. التخطيط الجيد من قبل العمليات المشتركة لخطة تل عفر سهلت بانهيار قطعات العدو. المباغتة التي تم تحقيقها من قبل فرقة 15 زادت في عملية الانهيار عصابات داعش، وسمعناهم بالأجهزة الانهيار مالهم. أول 3 أيام كانوا يتصلون أنه بحيث يقول للقائد مالهم بأنه صار انسحابات وهذا، فيقول له يعني أنتهم أيضا انسحب لا تبقى. بعد اليوم الخامس من المعارك سمعنا أجهزتهم يقال أنهم اتركوا السلاح أو أخذ سلاحك واتجه باتجاه العياضية. رافقنا قوات من الفرقة 15 العراقية إلى منطقة المحلبية وقرية الشيخ إبراهيم المطلة على سلسلة الجبال التي تفصل تل عفر عن منطقة العياضية، والتي كان لتحريرها الأثر الكبير في جعل مقاتلي داعش يتركون المدينة قبل محاصرتهم. هذه المنطقة التي أقف فيها الآن، قرية الشيخ إبراهيم، تحمل مفتاح السر في عمليات تحرير تل عفر ومدى سرعتها، لأن تنظيم داعش استغل هذه القرية في حفر أنفاق والتخفي في هذه المرتفعات التي خلف هذه القرية. ولكن القوات العراقية كانت بانتظارهم هنا في هذا المكان، حيث تم تحرير هذا المكان أيضا وتم تنظيف هذه المرتفعات من مقاتلي داعش الذين تحصنوا فيها بعد انسحابهم من منطقة تل عفر. بعض الأهالي الذين التقيناهم في هذه المناطق أخبرونا أن العديد من مقاتلي داعش قد لجأوا إلى الجبال القريبة، وأن بعضهم يتحصنون في أنفاق ومغارات بعد أن تركوا تل عفر. فهذه الجبال تعتبر ملاذا لهم من القوات العراقية التي تقترب أكثر لتطهيرها من فلولهم. هاي كان لها يعني دور كبير بتحريرها بسهولة معركة المحلبية، يعني من تحررت هاي القوات، حررت الجيش العراقي، حرر هاي القرية المحلبية، كانت معركتها سهلة والحمد لله والشكر. قوات الفرقة 15 لا تزال تقوم بأعمال التطهير في القرى القريبة من جبال الشيخ إبراهيم، وتمكنت حتى الآن من إلقاء القبض على أكثر من 300 من عائلات مقاتلي داعش تضم نساء وأطفالا فقط، وهو ما يشير إلى مقتل الرجال أو لجوئهم إلى الجبال بعد ترك أهلهم لمصيرهم. لم يكتفي داعش من قوة السلاح وسطوة العنف الذي مارسه في مدينة الموصل على مدى سنوات احتلاله المدينة التي تحررت أخيرا من إرهابه، فاستخدم أبرز المعالم واستغل أهم المواقع خلال اجتياحه في يوم 10 من شهر حزيران يونيو
من عام 2014 سطوة السلاح التي استخدمها ضد المصليين لم يفرضها على حياتهم فحسب، بل أساء من خلالها لدور العبادة وحضارة الموصل. موفد أخبار الآن إلى العراق حسام الأحبابي معه التفاصيل. منذ اليوم الأول الذي احتل فيه داعش الموصل التي تحررت أخيراً، سعى هذا التنظيم الإرهابي إلى التأثير بنفوس الموصليين وإجبارهم على الرضوخ لأمر واقع فرضه بالقوة، فاستخدم أهم معالم المدينة واستغلها لأغراضه إلى جانب تدميره شخوصها. لكن داعش لم يدرك أن دولة خلافته التي زعم أنها باقية قد انهارت بدءا من المكان الذي وطأته أقدام مقاتليه في العاشر من حزيران سنة 2014. من هذا الجزء من الموصل الذي يسمى منطقة المنصة أو ساحة الاحتفالات، أطلق داعش أولى استعراضاته العسكرية، معلنا حينذاك احتلاله المدينة بقوة السلاح وفرضه تعليماته المتشددة على سكانها، لكنه سقط مندحرا من حيث انطلق وعاد العلم العراقي ليعلو هذا المكان. من هنا أعلن داعش خلافته المزعومة، حيث استعرض مقاتليه للمرة الأولى في منطقة المنصة حيث أقف هنا، هذه المنطقة الواقعة شرقي الموصل التي شهدت أيضا انهياره وتحرر المدينة من قمعه وإرهابه. لم يكتفي داعش من القوة التي استخدمها في احتلال الموصل وقمع سكانها بسطوة أسلحته، بل استخدمها حتى في دور العبادة ولإصدار ما يسميها التنظيم ورقة التوبة لمنتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية مقابل أن يأمنوا على حياتهم، وهو ما جرى في جامع الصابرين الذي كان أحد أهم مقار داعش التي عين منها أول وال لنينوى. طبعا هذا المسجد الذي يسمى في الموصل جامع الصابرين كان أحد أهم المقرات العامة لدى داعش التي كان يدير منها مدنه ومعاقله في كل من العراق وسوريا وحتى معاقله في ليبيا. هذا المسجد شهد تعيين أول وال للموصل وهو رضوان الحمدون، أحد أهم القيادين في تنظيم داعش الذي قتل بقصف جوي من قبل طائرات التحالف الدولي. من هذا المكان الواقع خلفي أيضا كان داعش ينفذ فيه إجراءاته وممارساته القمعية والإرهابية تجاه الموصل. أيضا شهد يعني إجبار المدنيين وحتى منتسبي قوات الشرطة والجيش العراقيين قد يعني حاول إجبارهم وأجبرهم فعلا على إصدار توبات لهم مقابل أن يكونوا بمأمن على حياتهم. منع خطباء المساجد في الموصل من اعتلاء منابرها، وفرض قادة داعش عليهم إقامة جبرية بعد رفض معظمهم مبايعته، وجلب مكانهم رجال دين أيدوه واستخدموا الجوامع كمخازن للأسلحة واستغلوا المدنيين أيضا دروعا بشرية. لكن جامع الصابرين اليوم بات بعد التحرير ملاذا آمنا للنازحين. كان يعني عشان قبل يعني يجيبون الأسلحة وناس أطفال يجيبون يرهنوهم عوائل يخلوهم بجوامع حتى بيسبين أنه ذين ضربوا، يقول لك هذول ضربوا الناس العوائل وقتلوهم. أما هذا المواطن الموصلي فقد روى كيف استغل داعش دور العبادة في نشر أفكاره. ثم كانوا يجبرونكم على مبايعتهم؟ إيه طبعاً، كانت يعني يحسون بالخطب مال الجمعة ومال الخطب مالتهم، هم محاضرات أكثر شيء، كان عندهم محاضرات مثل برا صلاة العصر مثل عادية أي محاضرة يعني أي وقت يريدون أبو محاضرة، أكثر شيء كانت ورا صلاة العصر المحاضرات مالتهم، يحسون الشباب أكثر شيء على المبايعة على الجهاد على هاي الشغلات. الممارسات والجرائم التي ارتكبها داعش انطلاقا من أهم مناطق الموصل وقرب أبرز معالمها أصبحت اليوم إما ملاذات تحتضن ضحايا إرهاب التنظيم أو مراكز عاد السلام ليشع منها، سواء بالعلم والفن والثقافة أو عبر مبادرات شبابية أعادت إلى الموصل حضارتها التي واكبها أبناؤها على مر التاريخ. من وسط الموصل، حسام الأحبابي، أخبار الآن. مشاهدينا، وفي خبر عاجل وردنا توا بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن القوات الأمنية العراقية تستعيد مناطق تسلل إليها أفراد تنظيم داعش قرب مدينة الرمادي،
وطبعا مشاهدينا سنوافيكم بكل التفاصيل حال ورودها ضمن نشراتنا الإخبارية. إذا أحييكم من جديد. في الشأن السوري، صعد الطيران الحربي التابع لروسيا والنظام السوري ضرباته المكثفة على مناطق متفرقة في ريفي إدلب وحماة الشمالي، موقع عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، ودمر عددا من المنشآت الطبية والمدنية فيها. تقرير الزميلة منى عواد يحمل مزيدا من التفاصيل. في خرق متواصل لاتفاق خفض التوتر، ذلك الاتفاق الذي وقع مؤخرا في إستانا وضمنته روسيا وتركيا وإيران، لم يهدأ القصف الروسي ولا قصف الطائرات الحربية التابعة للنظام السوري على محافظتي إدلب وحماة. ففي آخر التطورات الميدانية، خرج مشفى ميداني في مدينة كفرنبول جنوبي مدينة إدلب شمالي سوريا جراء قصف جوي يرجح أنه روسي على المدينة، وقتل 37 مدنيا بينهم 12 طفلا جراء غارات روسية استهدفت مناطق عدة في محافظة إدلب، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أفاد أن الغارات الجوية ضربت عدة مواقع وقرى في جسر الشغور، وأوضح أن حصيلة القتلى هذه هي الأعلى منذ إقرار اتفاق خفض التوتر الذي تم التوصل إليه في أيار مايو الماضي بموجب محادثات إستانا. وتواصل منذ أسبوعين الطائرات الحربية الروسية والتابعة للنظام تنفيذ غاراتها في شكل مكثف على ريفي حماة وإدلب، مستهدفة مناطق في ريف إدلب الجنوبي وريفي حماة الشمالي والشمالي الشرقي، مستهدفة النقاط الطبية والمناطق السكنية، ما يخلف يوميا قتلى وجرحى من المدنيين ويوقع خسائر مادية في ممتلكات المواطنين والبنى التحتية. المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق استهداف هذه الطائرات محافظتي إدلب وحماة خلال 7 أيام متواصلة بأكثر من 1000 غارة، وأوضح أن هذه الغارات المكثفة أودت بحياة 58 مدنيا على الأقل، كما وثق إصابة أكثر من 300 شخص بجروح، بعضهم تعرض لإعاقات دائمة وبعضهم الآخر لإصابات بليغة. مشاهدينا أيضا، وفي خبر عاجل وردنا توا بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أفادت بسقوط صاروخ قرب مطار العاصمة الأفغانية كابول بعد وصول وزير الدفاع الأمريكي إليه. هذا ولم ترد مشاهدينا حتى اللحظة أي تفاصيل، وطبعا سنوافيكم بها حال ورودها. أيضا في أخبارنا مشاهدينا لهذه النشرة، ناشدت أم رائد والدة شهيد ومعتقلة سابقة لدى تنظيم داعش، ناشدت العالم التحرك لطرد تنظيم داعش من ريف درعا. وكشفت أم رائد لأخبار الآن أن 7 أشخاص من أمراء وأفراد داعش تناوبوا على اغتصاب فتاة. لازم من البداية كحشوم طردوهم وعملوا لهم إشي، بس الخوف صار يتمشوا بيهم النساء، صار يفوت على بيت فلانة في وحدة اغتصبوها 7 هاي أنثى وهي أمها بالبيت، صار يفوتوا عليها يا بنذبح لك أولادك يا صار يفوتوا تقول صار يعملوا اللي بدهم إياه، اغتصبوها 7. وإجا الأمير الكبير المؤدب ودولة إسلامية، إجا أبو خطاب، إجا مروان اللي يقول لك أنا من الدين والإسلام، لا ما هو دين إسلام، هو أبو خطاب ما هوش دين ولا هو إسلام ولا مروان ولا أبو الشرعية ولا كل واحد جوا واحد من الشرعية، لا أنا بحكي لأنه أنا متضايق وأنا مختنق على النساء اللي جوا، انهالت كرامتها، انهالت كل شيء بيها شخصيتها، صارت تخاف الأهالي، صار الأبو صار يخاف على بنته، صار يطردها لبرا ويهددوا بالبنت، صار يقولوا له ما بكاش تعطينا بنتنا، صار يحطوا البنت على إيدها وصار يعملوا اللي بدهم إياه، يهددوا الزلم يقولوا بنقطع راسك إذا ما سوينا اللي بدنا إياه، الله ما قاله والعبيد، ولازم الدول كلها تعرف بالإشي هذا كله. أنا يوم اللي غضبوني، أنا يوم اللي فتت لهناك غضبوني، قلت بأكون باحترام يحترموني ما احترمونيش، بنت أخوي كلمة اللي فخلي الصاحب أبو عداي وغير أبو عداي وأبو علي الشرعي الصاحب هم وياه مع الختيارة، يقولها أنا يا حج تحت أمرك ويا حج ويا حج، يخلي الأم والأخو يطلع من البيت يفوتوا على البنت من وراء الدار يخلعوا الباب وفوتوا لها، كم مرة سووها وهم بيعرفوا هالإشي هذا، بس بدك عالم تفهم، بس بدك عالم تعرف الله. في ثكنة عسكرية في ريف درعا تعيش أسرة أبو خالد،
إذ لم تجد هذه الأسرة مكانا آخر تأوي إليه بعد قصف منزلهم وتنقلهم من مكان إلى آخر في ريف درعا. فوجدت هذه الأسرة مكانا كان يستخدم مقرا عسكريا فحولته إلى مقر يأويهم. إلى التفاصيل. في هذا المكان الذي يفتقر لأبسط مقومات العيش وجدت هذه العائلة ملجأ لها يحميهم من التشرد في العراء. تحت هذا السقف وبين هذه الجدران تعيش عائلة نزحت من قرى ريف درعا. كانت فيها رمل وتراب وبلوك مكسر طول نص متر وفي حيطان ما كان فيها حيطان، حطينا لها بلوك، صرنا نجمع بالنص البلوكة والبلوكة، حطينا لها رمل بسمنت خفيف مشان بس هيك تكمش البلوكات شوية لحتى زبطناها وقعدنا فيها. وهذا هي شوفت عينكم أبواب مثل الناس العالم ما فيه، شبابيك مثل الناس والعالم ما فيه، شمع حطينا مشمع من برا مشان يرد عنا الهواء، كل شهر شهرين بدنا نغير المشمع، وبالشلخ ودور بنفتح المشمع دور بنسكره خليه لله، والله العظيم عايفين حالنا. إنه أحد المباني التابع للواء 15 كان ثكن عسكرية تابعة للجيش السوري سابقا، وجدت فيه هذه العائلة ملجأ وملاذا آمنا للعيش. ارتفاع أسعار المنازل وتردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية لعائلة أبو خالد وقفت عائقا أمام تأمين إيجار منزل في أحد القرى القريبة. لم يكن لديهم أي مكان آخر يلجؤون إليه بعد أن دمر منزلهم وأصيبت زوجته. احنا جماعة ناصحين من جاي الشيخ مسكين قاعدين بغرفة الجيش لا أبواب ولا شبابيك، وقاعدين ما في معنى أطلعنا حفة، لا معنى أغراض، لا معنى شيء، لا معنى شيانة احنا قاعدين فيها، ولادي معون ما في عليهم، وضعنا سيء حق ربطة الخبز ما معنا، وضعنا صعب كثير كثير. رجعنا أنا صوبت وراحت أجري، والوضع تعيس والزلمة معه وجع بالقلب، وما في اللي فوت علي ليرة سوري. عندي أكبر واحد عمره 15 سنة لا بعرف يروح ولا بعرف يجي، 9 أنفار قاعدين، قعدنا احنا والحياة سوا، احنا والحنشان سوا. تقوم العائلة بتربية بعض الحيوانات مثل الدجاج للاستفادة من بيضها وتأمين الطعام لهم. تصارع هذه العائلة للبقاء على قيد الحياة ومواجهة الصعوبات، يساندهم الأمل بالعودة إلى منزلهم مجددا لإعادة بنائه وبدء حياتهم من جديد. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون سيتوجه إلى الصين لإجراء محادثات تستغرق 3 أيام وسط جهود دولية مستمرة لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية. وكان وزير الخارجية الأمريكي قال إن اتخاذ أي قرار عسكري أمريكي ضد كوريا الشمالية يعود إلى دونالد ترامب. أحييكم من جديد. أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة، وصدر أمر سام باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء، وتشكيل لجنة على مستوى عال من وزارات الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك. هذا ورحبت جهات سعودية وعربية وعالمية بأمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة. وعلى موقع تويتر غردت هذه الجهات مرحبة بقرار السعودية الذي وصف بالتاريخي، حيث تصدر وسم الملك ينتصر لقيادة المرأة قائمة أعلى الوسوم انتشارا على المستوى العالمي. الزميلة عفراء الجول تستعرض معكم عددا من هذه التغريدات.
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش غرد قائلا: أخبار السعودية المفرحة تتوالى في كل المجالات، وإنجازاتها تراكم خير في مسيرة مباركة يقودها الملك سلمان حفظه الله بثقة ورؤية إيجابية. ألف مبروك. سيدة الأعمال السعودية أميرة الطويل غردت: قرار تاريخي، نتذكر للملك فيصل دعمه لتعليم المرأة وللملك عبد الله إدخالها مجلس الشورى، فرأينا إنجازاتها وسنتذكر للأبد. الإعلامية الأردنية هند خليفات غردت مازحة: مبروك يا سعوديات، ننتظركم في الراليات لأنكم قدها. الإعلامي السعودي عضوان الأحمر غرد قائلا: ألف مبروك للمرأة السعودية، حق من حقوقها، لن يجبرها أحد على قيادة السيارة، هي من تختار وهي الأعلم بظروفها. المغرد منذر آل شيخ مبارك قال: الحمد لله، ملف وأغلق سنوات ونحن نثبت أحقية المرأة، وحكم الشرع اليوم، ينتصر الدين والعقل والمنطق، شكرا للملك سلمان. الإعلامي الرياضي محمد عواد قال: مبروك القرار الشجاع، فوائده اجتماعيا هائلة واقتصاديا مهمة، ويعطي نصف المجتمع ثقة أكبر، نسأل الله الخير فيه للسعودية. الإعلامية السعودية لوجين عمران غردت: طول عمري أسوق برخصة مصدرها بلد جارة، وأخيرا ببدلها لرخصة سعودية وبكل فخر. الصحفي السعودي سلمان الدوسري غرد قائلا: للقرارات العظيمة رجالها العظام، مملكة تتطور ولا تتخلى عن مبادئها، هكذا الدول الراسخة وهكذا قادتها التاريخيين. إمام وخطيب جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي الشيخ وسيم يوسف غرد قائلا: أبارك لكل نساء المملكة العربية السعودية بقرار الملك سلمان حفظه الله بالسماح لهن بقيادة السيارة. ونتحول وإياكم مشاهدينا إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم. نبدأ تجولنا القصير مشاهدينا بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الإمارات اليوم، التي نقرأ منها: تحليل الهواتف الذكية في طريقها للتفتت والاندثار بحلول عام 2027. جاء في تفاصيل الخبر: توقع تحليل أن عصر الهواتف الذكية في طريقه للتفتت والاندثار خلال عقد من الآن، أي بحلول عام 2027 يدخل العالم عصر ما بعد الهواتف الذكية. ونتحول إلى صحيفة الخليج الإماراتية التي نطالع منها: الغواصات أحدث الصيحات، الترفيه والاستجمام. دخلت صناعة الغواصات عالم الترفيه وأصبحت الوجهة الأحدث للأثرياء، إلا أن سباق المنافسة بدأ بالفعل بين ثلاث شركات عالمية تتسابق كل منها في تقديم تصميمها الخاص للغواصة الأكثر رفاهية. واخترنا من صحيفة الاتحاد الإماراتية: بيع أكبر الماسة غير مصقولة في العالم ب 53 مليون دولار فقط. قالت شركة لوكارا دايموند الكندية ومقرها فانكوفر في كندا إن الماسة غير مصقولة في حجم كرة التنس اكتشفتها الشركة قبل قرابة عامين، بيعت مقابل 53 مليون دولار. وأخيرا من صحيفة الرأي الكويتية: فيسبوك وجوجل تعتزمان تغيير قواعد التعامل مع الإعلانات السياسية. قالت جلسة لمستشاري الدعاية والرؤساء التنفيذيين إن شركتي فيسبوك وجوجل ليس أمامهما خيارات سوى الحد من الإعلانات السياسية عبر الإنترنت في مواجهة ضغوط متزايدة من الحكومة الأمريكية. نعود إلى أخبارنا مشاهدينا، وفيها أيضا: انتشرت مؤخرا ظاهرة السجائر الإلكترونية، ويعتقد متعاطوها أن مضارها أقل بكثير من مضار السيجارة التقليدية. تفاصيل أوفى مع المختصة في الملف الصحي في غرفة أخبار الآن الزميلة عبير عبد الله. دراسة حديثة مثيرة للجدل حول مدى سلامة وأضرار تدخين السجائر الإلكترونية، حيث أشارت الأبحاث أن تدخين السجائر الإلكترونية يزيد من معدل ضربات القلب ويزيد نسبة الأدرينالين في الجسم بدرجة تهدد صحة القلب.
الدراسة التي نشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية سلطت الضوء على مصدر الضرر على القلب، هل هو القطران في السجائر التقليدية أو النيكوتين، وهو عنصر مشترك في السجائر الإلكترونية. وتوصلت نتائج الدراسة التي أجريت في جامعة كاليفورنيا إلى أن المادة المسببة للإدمان هو النيكوتين، حيث يؤثر سلبا على الجهاز العصبي وتتسبب في زيادة الأدرينالين بالجسم، ويترتب على ذلك زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم، ويعتبر هذا التغيير الذي يسببه النيكوتين من عوامل الإدمان والرغبة في العودة للتدخين. ومع تكرار تدخين السجائر الإلكترونية وتكرار تزايد معدل ضربات القلب وضغط الدم، يتزايد خطر إصابة القلب والشرايين بالأمراض. وأظهرت نتائج الدراسة أن استمرار الضغط على الجزء العصبي تحكم في نشاط القلب بسبب كثرة النيكوتين يهدد سلامة القلب، وأن تدخين السجائر الإلكترونية باستمرار يزيد العبء على نشاط القلب. في خبرنا الأخير، أعلن موقع تويتر عن مشروع اختبار يسمح بتوسيع التغريدات إلى 280 حرف، أي ضعف الحد الحالي. النظام الجديد يهدف إلى معالجة الإحباط بالنسبة للعديد من المستخدمين. وقبل ختام النشرة مشاهدينا، هذا تذكير بما جاء فيها من عناوين: بغداد تمهل كردستان 3 أيام لتفادي حظر جوي دولي. الطيران الحربي التابع لروسيا والنظام السوري يشن حملة جوية غير مسبوقة على إدلب وحماة. والعاهل السعودي يأمر بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة وترحيب دولي بالقرار الملكي. بهذا إذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا. دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع. أعود وألتقيكم مشاهدينا الكرام بعد أقل من نصف ساعة في موجز الأنباء، كونوا معنا. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب. إن أعجبكم ذلك شاركونا بتعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.